الشيخ محسن الكاشاني المتأله الحكيم الملقب بالفيض الكاشاني هو محسن بن مرتضى ابن محمود المشتهر بالفيض الكاشاني. ولد الفيض في 14 من شهر صفر 700 BC للهجرة، وهو من أهل كاشان، كثيرا ما يعبر عنه بالمولى محمد محسن. ولقب بالفيض من قبل أستاذه ووالد زوجته صدر الدين الشيرازي، وكان أبوه مرتضى من العلماء الصدور وفاضل مشهور. كان بيته بيتا جليلا رفيعا من كبار بيوتات العلم والعمل. والفيض أحد نوابغ العلم والمعرفة في القرن 11، وكان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدثا مفسرا عارفا أديبا متبحرا في كل العلوم والمعارف، قد بذل حياته في سبيل العلم والمعرفة. نشأ وترعرع المحقق الفيض في مدينة قم المقدسة، وتلمذ على والده وخاله الممتاز في عصره في بلدة كاشان، ثم توجه إلى أصفهان لتحصيل زيادة العلم لا سيما العلوم الدينية، ثم سافر إلى شيراز وحضر عند السيد ماجد البحراني المتبحر في العلوم الظاهرة، إلى أن حصلت له بصيرة في علم الحلال والحرام وسائر الأحكام، ثم رجع إلى أصفهان وحضر عند الشيخ بهاء الدين العاملي وأخذ منه إجازة رواية الحديث. بعد ذلك تشرف إلى الحج، وفي هذا السفر تشرف بخدمة الشيخ محمد بن الشهيد الثاني، وأخذ منه إجازة رواية الحديث، ثم حضر عند صدر المتألهين الحكيم والفيلسوف الكبير، وتلمذ عنده ما يقارب 8 سنين، حتى حصلت له بصيرة في فنون علم الباطن، واستطاع بما يتمتع به من مؤهلات كبيرة وذكاء وافر أن يصبح من خيرة تلامذة الحكيم، وأن يصبح صهرا له بعد حين. لذا فإن كتبه في الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة. ثم بعد فترة ترك شيراز إلى كاشان ليصبح مرجعا للناس، فاشتغل بتأليف الكتب والرسائل وكذلك التدريس وترويج الجمعة والجماعات وتدبير السياسات المدنية. له نحو 80 مصنفا، بعضها في مجلدات وأكثرها تعليقات ورسائل، دونها في فهرست شرح به موضوع كل منها. فمن جملة تلك التصانيف كتاب الوافي، وهو مجموع الكتب 4 للشيعة مع شرح أحاديثها المشكلة، وكتاب سفينة النجاة في طريقة العمل، وتفاسير 3 كبير وصغير ومتوسط، وكتاب عين اليقين وخلاصة الأذكار، وغيرها من المؤلفات. كما أن له أيضا ديوان شعر كبير فارسي مشتملا على فنون من الشعر وأنواع من القصائد والغزل والمديح والمناجات وغيرها. أما تلامذته ومن روى عنه، منهم ولده علم الهدى، وحفيد أخيه نور الدين، وحفيد أخيه الآخر محمد هادي، والشيخ محمد باقر المجلسي، والسيد نعمة الله الجزائري، والقاضي سعيد القمي، وغيرهم من الفضلاء. توفي في 22 ربيع الآخر 91 BC للهجرة، عن عمر ناهز 84 عاما، ومرقده الشريف في كاشان مشهور يقصده العلماء والعارفون.